عموما الاهلي بيستعد لمواجهه الداخليه، ويمكن ما فيش ما بين مباراه الجيش والداخليه كان 48 ساعه، حتى الفريق ما خدش يوم راحه لالتقاط الانفاس. اتمرن يوم الثلاث، النهارده التدريبه الاخيره، هيخش معسكر يلعب بكره مواجهه الداخليه. كل التفاصيل نعرفها دلوقتي من خلال زميلنا فاروق صلاح المتواجد حاليا في مقر نادي الاهلي بالجزيره، عشان نعرف منه كل الاخبار وكل الجديد قبل انطلاق المران بعد قليل. مساء الفل يا فاروق. برحب بك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. باكد بالفعل على كلامك يا محمد، 48 ساعه فقط هي يعني تقدر تقول مرحله استعداد النادي الاهلي لمواجهه فريق الداخليه في الجوله 29 لدوري رابطه الانديه المحترفه. يعني مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه، كل المباريات الاهلي بيلعبها او بياخدها في هذه الفتره هي كلها مباريات كؤوس، مطالب بالثلاث نقاط، بيبقى مهم جدا او ممتع بالنسبه للجماهير لما تحقق الانتصار بنتيجه كبيره ويكون معاها اداء كبير زي اللي شفناه في مباراه الجيش. نتمنى استمرار الاداء، استمرار النتيجه غدا باذن الله في مواجهه فريق الداخليه. طيب عايز اطمن منك بقى على ابرز اللاعبين اللي ممكن يعني يكونوا موجودين في المعسكر النهارده، هل وجوه جديده هتنضم؟ انا سالتك قبل مباراه الجيش قلت لي عمر كمال بدأ التدريبات، ولكن كولر يبدو انه بيفضل يديله مساحه اكتر للجاهزيه. هل في امكانيه للحاق بيرسيتاو؟ وهل في تفاصيل عندك جديده ممكن نشوفها في ماتش بكره؟ بص يا محمد، يعني خليني في هذا الامر او هذا النطاق يعني احدد لك بعض الامور الخاصه بمستر مارسيل كولر وايضا لعيبه النادي الاهلي. يعني في بعض اللاعبين مستر مارسيل كولر ما بيستعجلش في الدفع باي احد من اللاعبين العائد من الاصابه، زي ما يعني متفقين ان اي لاعب يا محمد يكون خد ثلاث تدريبات جماعيه. يعني عمر كمال بالامس شارك في التدريب الجماعي بصوره كامله، النهارده ايضا يعني انت عارف ان تدريب الفريق هيكون في تمام الساعه السادسه. مستر مارسيل الكولر هيشوف النهارده بالنسبه لعمر كمال، لكن يعني خليني اقول لك ان مستر كولر مش مستعجل في الدفع بيه عمر كمال. عندك مرحله مهمه جدا، لسه عندك مواجهه امام الجيش، ولسه عندك مواجهه امام بيراميدز. الامر المهم جدا كمان يا محمد ان في بعض اللاعبين لما جيت احتجتها في الوقت يعني ضغط المباريات لقيتها ظهرت بشكل مميز جدا، زي خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايمن للنادي الاهلي، كريم فؤاد اللي بيقود الجبهه اليسرى بتالق، واحد من اللعيبه اللي عندهم ثبات في المستوى في الفتره الاخيره طبعا مع غياب علي معلول، ايضا طاهر محمد طاهر اللي بيظهر بشكل مميز، عمرو السوليه وعودته للتشكيل الاساسي من البدايه، واحد من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. الامور دي يا محمد والاوراق دي، حاله الجاهزيه والروتيشن اللي بيعمله مستر مارسيل كولر للفريق واللاعبين، مخلي اي لاعب في اي وقت هتحطه في الملعب هيكون ضمن ال11 هيظهر بالشكل اللي يليق طبعا باللاعب وبالنادي الاهلي. عمر كمال النهارده طبعا هياخد زي ما قلت لك يا محمد التدريب الجماعي، يعني تقدر تقول عمليه حسم انضمامه لقائمه مباراه الداخليه، يعني الامر ده هيتحسم بعد المباراه بعد تدريب اليوم. لكن زي ما باكد لك مستر كولر مش هيدفع بعمر كمال في اي مباراه او يكون متواجد في القائمه الا لما يكون جاهز من الناحيه الفنيه بنسبه كبيره جدا. هو من الناحيه الطبيه الامر خلاص اصبح بيخضع للمشاركه او الامر الفني لمستر مارسيل كولر. عايز احسم لك امر ثاني بخصوص بيرسيتاو، يعني بيرسيتاو تقدر تقول في مرحله التاهيل الاخيره مش هيكون متواجد طبعا في مباراه الداخليه وايضا مباراه الجيش بعد الداخليه. تقدر تقول بيرسيتاو يكون جاهز معاك ان شاء الله لمباراه بيراميدز، المواجهه اللي هتكون صعبه طبعا، ما فيش مباراه سهله، كل المباريات صعبه جدا. من الامور المهمه جدا يا محمد اللي انا في الوقت اللي انا بكلمك فيه مستر كولر بيعقد طبعا محاضره فنيه مع اللاعبين، انت عارف ان المسافه ما بين المباراه الداخليه غدا والمباراه اللي خاضها الفريق امام الداخليه يعني تقدر تقول مسافه قصيره جدا. يعني الامور الفنيه، التحليل الفني، تحليل الاداء، اعتقد تقدر تقول كتاب مفتوح بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن مستر كولر اتفرج على المباراه الاخيره اللي جمعت ما بين الفريقين في بعض الاخطاء او السلبيات اللي وقع فيها اللاعبين، طالب مستر مارسيل كولر اللاعبين بالتركيز ومعالجه هذه الاخطاء. نقطه مهمه جدا برضو يا محمد، انا بستغل وجودي معاك عشان اكد على هذا الامر، لانه من مستر مارسيل كولر وبياكد دايما عليه، ويعني من مباراه الجيش الاخيره في كلمات يعني مهمه جدا سواء قالها للاعبين او بيوجه رساله للجمهور، يعني مستر مارسيل
مارسيل كولر في لعيبه كتير جدا اللي السوشيال ميديا مشت لعيبه وجابت لعيبه، قالت ان في لعيبه ماشيه وفي لعيبه جايه. اعتقد الكلام ده غير صحيح بالمره. مستر مارسيل كولر اي لعيب موجود معايا دلوقتي انا محتاجه، ما فيش الكلام ده خالص. كل الاخبار والاقاويل اللي بتتقال عن رحيل لاعب وعن عقوبات اللاعب، الامور دي خاصه فقط بالنادي الاهلي، لم يتم الاعلان عنها. لو في اي اجراء مع اي لاعب بيتم الاعلان عنه طبعا من خلال اداره اعلام النادي الاهلي ومن خلال النادي الاهلي. فيش اي كلام خالص عن رحيل لاعبين، استقدام لاعبين الفريق. اي لاعب دلوقتي انا محتاجه هيكون موجود معايا، بطالب بالتركيز. كل العناصر اللي موجوده والمتاحه مع فريق النادي الاهلي اعتقد كلها في كامل تركيزها. اي لاعب انا بحتاجه بيكون موجود، طاهر موجود، خالد عبد الفتاح اللي كان لعيبه، او كان بعض الاخبار بتقول ان مش في فكر مستر مارسيل كولر. ايضا اطمنك ان كريستو واحد من اللعيبه اللي في الفتره الاخيره، الفتره اللي جايه هيكون موجود مع مستر مارسيل كولر. اعتقد عناصر مهمه جدا، وفريق النادي الاهلي بالقوام بتاعه بكل العناصر اللي موجوده كلهم جاهزين ان شاء الله لاستكمال المرحله الصعبه جدا. زي ما قال مستر مارسيل كولر، انت في شهرين بتلعب 20 مباراه او بتلعب تلتين الدوري في شهرين، فاعتقد امر صعب جدا. ما بقاش عندك فصل زمني ان انت تعمل تحضير ذهني او تعالج الاخطاء الا في ظروف يعني بسيطه جدا. وبالتالي جوده لعيبه النادي الاهلي، خبرات لعيبه النادي الاهلي، العقليه والشخصيه اللي عند لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتصنع كتير جدا من هذه الامور، طبعا مع الشغل الفني لمستر مارسيل كولر والجهاز الفني للنادي الاهلي. كمان تأكيدا لكلامك يا فاروق، يمكن انا شايف الفتره الاخيره كولر قدر في وقت قياسي يعمل توليفه جيده في عده مراكز بسبب غياب بعض اللاعبين، لكن الشيء الرائع في المركز الظهير الايمن لو هاني مش موجود وعمر كمال مش موجود، في خالد عبد الفتاح، لو الجبهه اليسرى كريمي ديبيس مش موجود، احمد نبيل كوكا ما بيلعبش مثلا، علي معلول مصاب، في كريم فؤاد وسط الملعب بقى يعني حدث ولا حرج. السوليه رجع، نيدفيد ابتدى يرجع، ديانج ابتدى يدخل مع وجود إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق. أكيد كل دي مكاسب مخلية الناس حتى واخدة بالها إن الأهلي، وده أكيد حتى في اختيارات المنتخبات، أفضل فرقة أو أفضل لعيبة في مصر. يعني أكيد النقطة دي أنت شايفها جوه التدريب وأنت قريب من اللعيبة والجهاز الفني، نقطة محورية وإيجابية عشان الماتشات اللي جاية، ضغط صعب جدا للفترة اللي جاية. بالظبط يا محمد، يعني انت اكيد عارف يعني ومتابع كتير جدا من الامور، واحنا بتواجدنا متابعين هذه الامور. خليني اقول لك ان مستر مارسيل كولر بيشتغل على بعض العوامل مع اللاعبين، ان اي لاعب وقت محتاجه لازم يكون على نفس المسافه البدنيه، وباكد على هذا الامر من الناحيه البدنيه او من الناحيه الفنيه ما بينه وما بين اللاعبين. كلنا محمد دايما بنسمع عن يقول او يعني يوم المباراه او وقت سفريات النادي الاهلي بيبقى فيه مران للمستبعدين للنادي الاهلي، عشان برضه يا محمد ان انت تطرقت النقطه في غايه الاهميه. مران المستبعدين ده ما بيبقاش مران يا جماعه يعني حاجه فاني او حاجه، لا ده بيبقى مران بنفس الحده التدريبيه، بنفس الحده الفنيه للاعبين. اللاعب اللي ما بيتدربش او بيبقى راجع مثلا من ظروف اصابه، بيبقى المجموعه اللي خارج احتياج مستر كولر للرؤيه الفنيه بتكون خارج هذه المباراه او اي مباراه، بيبقى في تدريب بيكون موجود كارلوس برينجرز، ده يعني واحد من مكتشف الجهاز الفني، مكتشف ومطور الاداء، بيخلص التدريب وينضم للمعسكر. اعتقد يا محمد كلها امور مهمه جدا، العوامل النفسيه اللي مستر كولر بيشتغل فيها مع اللاعبين، انك تحضر هؤلاء اللاعبين وانت تجهز اللاعبين، الروتيشن اللي انت بتعمله بشكل مميز جدا، اعتقد يعني النادي الاهلي بيجني ثماره، ومهم جدا في شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي احنا بنشوفها، اللاعب اللي بيلعب في اكثر من مركز. اعتقد كلها امور مهمه جدا يا محمد، بتفرق جدا مع النادي الاهلي في المرحله الصعبه جدا والماتشات القادمه باذن الله. باذن الله. زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي في الجزيره، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل.